بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال. الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال. نعاود. الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، والصومال. مجموعة ضعيفة جدا. مجموعة نقدر نقول بأن الجزائر ستتأهل. المنتخب الجزائري له. نعم، الجزائر ستتأهل بفضل جمال الماضي. جمال الماضي هذا المدرب العتيق، صح أخفقنا في كأس العالم للأسف بليلي هو اللي ضيعنا، كي هو كسليماني، بصح هذه الخطرة إن شاء الله نتأهلوا كأس العالم. وذكر مرة أخرى، الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال، هذا يعني في أفريقيا ماشي يعني طوب، ما نخافوش منهم. وأنا متأكد بأن جمال الماضي يدير لنا حاجة زينة، والتصفية ستبدأ إن شاء الله في أكتوبر ونوفمبر إن شاء الله. غينيا منتخب ضعيف، أوغندا ضعيف، موزمبيق أضعف، بوتسوانا مكان، الصومال لا علاقة بهم بكرة القدم. إذا المنتخب الجزائري سيتأهل كأس العالم مرة الخامسة بإذن الله. وتحية الجزائر، وتحية جمال الماضي، ورانا معك. وصنسيال نزيد نعود لكم، الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال، تصفية كأس العالم، كندا وأمريكا والمكسيك. مبروك. منتخب ضعيف مكانش، غينيا ماهوش منتخب، أوغندا ماهوش منتخب، من زامبيق بوتسوانا للأسف للأسف مصر طاحت مع بوركينا فاسو، هذه اللي خفت منها. وإن شاء الله تأهل مصر. المغرب ثاني تتأهل 100%، المنتخب التونسي أكيد، سما تتأهل الجزائر وتونس والمغرب ومصر، يعني 4 منتخبات من 9.